مرحبا، معكم أفنان. وصفة اليوم هي وصفة صحية، هي عبارة عن ألواح من المكسرات معجونة بالعسل. وصفة كتير صحية وكتير طيبة ومفيدة للأطفال. إن شاء الله تعجبكم هاي الوصفة. خلونا نشوف مع بعض المكونات. لتحضير هاي الوصفة هنحتاج كوب جوز هند، مشمش مجفف، نص كوب جوز، نص كوب شوفان، نص كوب لوز، 2 معلقة عسل ورشة ملح. في الخلاط الكهربائي هنضيف جوز الهند والمشمش والشوفان والجوز واللوز والملح، وهنخلطهم مع بعض أو نفرمهم مع بعض لغاية ما يصيروا الخليط ناعم. بعدين هنضيف العسل ونخلط مرة تانية. حطيت حوالي 2 معلقة كبار لهاي الكمية. هنحتاج صينية حوالي 23 × 33 سنتي، هنحط فيها ورق زبدة، هنثبتها. طبعا ممكن ترشوا زيت عشان تثبت ورق الزبدة. بعدين هنضيف المكونات اللي عملناها وهنضغطها في الصينية. بعد ما نضغطها منيح هندخلها الفرن تنخفز على حرارة 150 لمدة 10 دقائق. طبعا لما نخبزها هنحط ورق زبدة تانية فوق عشان ما ينحرق. هنخبزه 10 دقائق او اقل، بس مجرد انها تاخد لون ذهبي نطفي عليها ونطلعها من الفرن. هنتركها تبرد تماما بحرارة الغرفة، بعدين هنقطعها ونقدمها. وبالعافية عليكم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا هاي الوصفة. بشكر متابعتكم الي، مع السلامة.